السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا. حلقة جديدة وأصعب سؤال. الحقيقة القوانين بتتعمل علشان تظبط العلاقة بين الناس وبعض، علشان كل واحد ياخد حقه، مفيش حد يتظلم، خصوصا قانون الأحوال الشخصية. لا الراجل يظلم الست، ولا الست تظلم الراجل، ولا الأطفال يتظلموا الحقيقة. فبيكون في مقترحات، المفروض إن كل المقترحات اللي موجودة فيما يخص قانون الأحوال الشخصية بيكون الهدف منها هو إعطاء كل ذي حق حقه. والمهم عندنا جدا الأطفال كمان، لأن مش هننصر الراجل على الست ولا الست على الراجل والأطفال يدفعوا الثمن. احنا عايزين الراجل ياخد حقه والست تاخد حقها، واللي قبل الراجل والست الحقيقة الأطفال اللي مالهمش ذنب خالص في القصة اللي حصلت، أو الطلاق اللي حصل، أو الخلع اللي حصل، أو الخلاف اللي حصل. فخلينا نحط النقطة دي الأول قدام عينينا كده، الأطفال ثم الأطفال ثم الأطفال. خلوني في البداية أرحب بضيف النهاردة النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب. أهلا بيك سيادة النائب. أهلا بيك يا أستاذ مصعب. سيادة النائب، زي ما بقول في المقدمة كده، إن دايما القوانين وخصوصا قانون الأحوال الشخصية بيكون الهدف منه هو يبقى فيه عدل بين الناس، كل واحد ياخد حقه. في أي اعتراض على الكلام ده؟ خالص، مفيش اعتراض خالص. القانون ده قاعدة عامة بتحكم الجميع، ويمكن حضرتك سردت في بداية حديثك إن إحنا مش عايزين نظلم حد، لا، إحنا عايزين إقامة الحياة الأسرية المستمرة المستقيمة. ده إحنا بنهدف ليه، لأن ده هيبقى مردود على المجتمع، مردود إيجابي. صحيح. إنما لو حصل في يعني قانون شابه شيء من عدم العدل العدالة، هتلاقي حاجات كتيرة جدا سلبية حصلت في الأسرة المصرية، تصدعت الأسرة المصرية، ومن خلالها بتصدر الأسرة المصرية المشاكل للمجتمع. ويمكن برضه سيادة النائب ان يعني بيكون القانون موضوع، يعني في اوريدي قانون للأحوال الشخصية موجود، ولكن يمكن معطيات الحياة والأحداث والظروف الجديدة أو الأحداث الجديدة اللي بتحصل بتخلينا عايزين نعدل القانون شوية بما يتناسب مع الواقع الجديد. فخلينا نبدأ ونتكلم مثلا عن مقترحات القوانين الخاصة اللي حضرتك اقترحتها، وفي قانون تاني مهم جدا أو مقترح مهم جدا قدمه الأزهر الشريف، وده لاقى جدل واسع جدا ما بين مؤيد ومعارض. هو الأزهر من حقه يسن القوانين ولا لأ؟ وفي لحضرتك الحقيقة تصريح نشر تصحح للموضوع، إن النائب عاطف مخاليف في تصريح ليه بيقول إن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر لم يضف جديدا، وجاءت معظم مواده مطابقة للقانون الساري، القانون الحالي يعني. وإن حضرتك بتقول إن الأزهر لم يعالج نقطة ترتيب ولاية الأب، وفي حاجة خطيرة جدا إن الأزهر ليس جهة تشريع ولكنه استشاريا. عايز أناقش مع حضرتك التصريح ده الحقيقة. الأول ده صدر من حضرتك ولا لأ؟ صدر مني، وعشان برضو لازم يعني أقول شيء من الإيضاح عشان الناس. أنا هنا عشان أوصل للناس، الأزهر مش جهة تشريع. جميل. واللي اتعمل ده مش قانون، عشان الناس ما تخافش. الأسر سواء كان سيدة أو رجل بيأرقوا هذا القانون أو شاف القانون ده، لأن الأزهر فعلا يعني يمكن شيخ الأزهر في 17/10/2017 كلف 30 فقيه تشريعي وقانوني ان هم يعملوا القانون ده. صحيح. وتعامل خلال سنتين، خلص في سنتين، والقانون تقريبا خد شكل قانون ومواد 168 ماده وكده. طبعا الازهر مش جهه تشريع، والكلام ده مش هيتناقش حتى في المجلس. جميل. ولكن برضو عايزين نضيف ان الازهر هو المرجع الاساسي في العلوم الدينيه، يعني طبقا لنص الدستور كمان. لما نروح لحاجات فيها تشريع لازم الازهر يدلو بدلو. صحيح. انما احنا بنطمن الناس ان ده مش هو القانون، ده مش قانون. والقانون الثاني اللي هو القانون 1 لسنه 2000 ده معمول عليه حوالي 4 تعديلات، تعديلات من نواب زي كده، والحكومه قالت ان هي هتجيب تعديلات على هذا القانون. فاحنا منتظرين لحد مثلا، يعني انا تقريبا قبل دور النقاد الاخير ما يخلص هيكون القانون ده ان شاء الله يعني هيرى النور وهيتم. طب هنوصل بقى للصيغه النهائيه ازاي؟ يعني الازهر مقدم مقترح، سعادتك مقدم مقترح، بعض النواب الاخرين مقدمين مقترحات، الحكومه بتجيب مقترح، الحكومه كمان بتقدم مقترح. بالزبط. في الاخر الصيغه بتتم ازاي؟ يعني بتطبخ بقى الطبخه ازاي بالظبط؟ هقول لك الطبخه بتاعت التشريع عندنا. طبعا النواب كل واحد بيقدم المقترح بتاعه بيكون متفق معاه او ماضيله 60 نائب. جميل. مش هو لوحده، 60 نائب، 60 نائب بيأيدوا هذا المقترح. ده علشان يتاخد كده ويتحط محل اعتبار، عشان يتاخد
محل اعتبار بس مش جميل. عشان يبقى قانون. تمام ماشي تمام. وبعد كده بيخش اللجنه المختصه او لجان مشتركه، اللجنه بتوافق عليه باغلبيه. لو وافقت عليه باغلبيه بينزل القاعه العامه اللي هي بيبقى فيها 600 نائب اللي هم عدد اعضاء مجلس النواب، ولازم بيوافق عليه عدد اكثر من النصف بيوافق على القانون. يعني اكثر تقريبا 51% من البرلمان او 50 زائد 1. ماده وكل ماده بيقبلها وقت معين بتتناقش فيه. ولو في ده الكلام ده بعد اللجنه الفرعيه، ولو في نائب ما حضرش في اللجنه الفرعيه وله تعديلات بيحط التعديلات قبليها ب 24 ساعه وبتتناقش في الجلسه العامه. في النهايه بنخلص الى مواد بعينها بيتفق عليها المجلس بالاغلبيه بتتبعت لمجلس الدوله، مجلس الدوله بيقرها من حيث اتساقها بالدستور. جميل. هل هي متسقه مع الدستور ولا مش متسقه مع الدستور؟ منضبطه لغويا ولا مش منضبطه لغويا؟ الكلام ده كله مجلس الدوله بيعمله. طب احنا بقى دور الازهر فين؟ احنا قلنا القوانين كلها هتتعامل نفس المعامله، قانون الحكومه، قانون عاطف مخاليف، قانون ما هو ده السؤال هنا مهم سؤال. جدا القوانين كلها سؤال مهم جدا في نفس السياق اللي حضرتك بتتكلم فيه. اذا كان النائب البرلماني اللي بيقدم اقتراح للقوانين محتاج 60 نائب معاه علشان القانون ده يتاخد بس محل بالزبط. اعتبار فوضع المقترح بتاع الازهر ايه؟ ولا لا بص اقول لحضرتك، لا قولها لي زي ما كنت هتقولها بدون زعل. زي ما كنت هتقولها المقترح بتاع الازهر لا محل له من الاعراب التشريعي. لا محل له، لا محل له من الاعراب التشريعي. وكمان اللي بيبعت المقترحات الحكومه مش الازهر، لان الازهر ليست جهه حكوميه. الازهر في الماده 7 بين قوسين كده هيئه اسلاميه. هيئه اسلاميه ما 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 مش جهه حكوميه. طيب ما هو بيقول لك برضو انا كهيئه اسلاميه طبقا للماده الثانيه من الدستور انا منوط بيا ان انا كل ما يخص الاحوال الشخصيه او المواريث او اي شيء يمس التشريع الاسلامي ان يكون من خلالي او يكون ليا الراي فيه او ابت انا فيه اذا كان هو موافق للشريعه. نرجع للماده نفسها، الماده 7 في الجزء الثاني منها وهو المرجع الاساسي تمام في العلوم الدينيه. احنا رايحين دلوقتي لتشريع. جميل. في طلاق وفي زواج وفي خلع زي ما كنا بنتكلم وفي حضانه، الكلام ده كله بيمس صميم التشريع. يبقى الازهر لازم من كل دور. هل ينفع ان احنا نعمل قانون زي قانون الاحوال الشخصيه سواء كان قانون بالكامل او تعديلات على هذا القانون بدون ما يبقى المرجع بتاعنا الازهر؟ الازهر لازم هيحضر معانا في اللجان. امتى بقى؟ حضرتك قلت واحنا شغالين يتقدم وبعد كده توافق عليه واحنا شغالين وتصوت عليه واحنا شغالين وراح مجلس الدوله واحنا شغالين في اللجنه الفرعيه. بيجي بقى احنا بندعو الازهر وبندعو كمان حالات معنيه بهذا القانون سواء كان حالات اسريه، حالات اسريه ولا مجتمع مدني كمان، مجتمع مدني وحالات اسريه بتدعي لهذا القانون، وفي معنيين سياسيين بيدعوا يدلوا بدلوهم داخل اللجنه الفرعيه. تمام. انما اول ما راح للجلسه العامه بقى خاص باعضاء مجلس النواب فقط. طيب لو ممثل الازهر جه في وقت كده قال لك والله لا النقطه دي انا مش متفق معاه، بيكون الوضع ايه؟ يعني مثلا الازهر هيجي يقول لي مثلا انا مش متفق معاك مثلا في مثلا الطلاق للضرر مثلا في حاجه معينه. هيدل علي في آيات فيها قطعية الثبوت قطعية الدلالة هيدلل بيها خلاص صلامة في الدستور السماوي قال كده. لا يمكن هقول له ليه بقى، لأن احنا الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فأكيد حضرتك اطلعت على المقترح اللي متقدم من الأزهر. أنا قريت ال 168 مادة. طيب بغض النظر بقى الأزهر له الحق أو ملهوش الحق، تقييم حضرتك كنائب برلماني للمواد اللي اتقدمت دي، حضرتك شايف إن هي متفقة مع مقترح حضرتك، مخالفة للمقترح بتاعك في بعض النقط، ما تنفعش أصلا ولا تنفع؟ عايز تقييم حضرتك للموضوع. هو يعني ما اختلفش كتير قوي على القانون الثابت اللي هو شغال دلوقتي. في حاجات يعني أنا يعني شخصيا لما قريتها ما تخيلتش إن الأزهر يعني هيتكلم في حاجة بالشكل ده. يعني مثلا زي الزواج، يعني المادة 6 في مقترح الأزهر الزواج شرط القبول ايجاب وقبول، ازاي فين الوالي؟
يعني في حاجات زي كده، إذا رأت الفتاة الكفء فوجب على وليها زواجه منها. ده ازاي نفرض الوالي هو الوالي هو اللي هيحدد اذا كان كفء ولا مش كفء، واذا الوالي اللي هو الاب يعني رفض على القاضي ان يعقد عليه حاجات بالشكل ده. طيب هو الازهر بيقول لك انا شايفها من المنظور الديني صح، انت شايفها من المنظور القانوني او التشريعي خطا. ما احنا هنقول احنا يعني الازهر لم لو دلل لي بايات قطعيه ثبوت قطعيه دلاله لا اجتهاد مع النص خلاص ده ما فيش. طيب لو مش شرط انما لو حاجات بقى مفتوحه لينا مفتوحه للمجتمع نشوف ايه اللي هيضير بالمجتمع وايه اللي هيعود بالاجابه على المجتمع ونبدا نشتغل عليه. جميل. يعني ما فيش مانع انكم تتفقوا على نقط طبعا. وربما تختلفوا على هنختلف. نقط. طيب خليني بس اخد معايا معاذ. معاذ من المنوفيه، اتفضل يا معاذ. اهلا بيك. وقع الاتصال. طيب معلش كلمنا تاني يا معاذ. خليني ارجع لحضرتك سياده النائب. موضوع بقى الحضانه، الازهر برضو مقترح في القانون او في المقترح بتاعه ما يخص الحضانه وترتيب الحضانه، وصعد الاب شويه بقى تقريبا ستة. رقم 6. حضرتك في مقترح القانون بتاعك الاب رقم كام؟ انا بالنسبه للحضانه يعني شايفها من منظور تاني خالص. ويمكن كنت مع حضرتك في حلقه وانت يعني كان الاسئله بتاعتك يعني كان الحقيقه كان وجيهه ويعني فتحت مناظير اخرى للرؤى في سن الحضانه. يمكن انا لما اتكلمت في سن الحضانه وقلت ان انا عايز سن الحضانه يبقى 9 سنوات سواء كان سنوات. بنت او ولد. وقلت ليه؟ وقلت الاسباب بتاعتي ليه؟ ان 9 سنوات الاولى الام اولى بالرعايه لانها هي اللي هترعى رعايه خاصه في السن ده، ما حدش يعرف يرعاها اللي هو 9 سنوات اللي هي من سن الرضاعه لتسع سنوات. طب هستأذنك عشان الاتصال ما يقعش. بقى معايا حمزه. حمزه اهلا بيك اتفضل. ايوه اهلا بيك، وطي التلفزيون. أيوة. وتفضل. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. انا دلوقتي اختي مخلوعه ماشي. اختك مخلوعه ولا خلعه؟ خلعه ولا مخلوعه؟ لا هي خلعه. هي خلعه، يبقى هي اللي خلعه بس. خلعه تمام. فهو منع عنها كل حاجه. منع عنها ايه؟ منع عنها كل حاجه، ابنها وعزلها وكل حاجه. ابنها وعزلها وكل حاجه. النقطه دي مهمه يا حمزه، عايز اسالك هو في قايمه مكتوبه؟ نعم في قايمه. في قايمه مكتوبه. طب انتوا رفعتوا قضيه عشان تاخدوا القايمه دي ولا الموضوع لسه ودي؟ لا احنا رفعنا قضيه بالقايمه. واتحكم فيها بايه؟ ما انحكم بها ماشي معاك الوالده. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا حاج اهلا بيك. اهلا وسهلا يا باشا، ازيك؟ بقول لحضرتك انتوا رفعتوا قضيه عشان القايمه؟ رفعنا قضيه بالقايمه وكنت واخد عليه وصل امانه. بحقها وهو طبعا خد شهود وبتاع وبطل وصل الامانه، طلعوا براءة القاضي. طلع براءة. وانتوا دلوقتي عايزين المفروض القايمه بتاعتكم او بتاع البنت يعني. عايزين القايمه بتاعتها وعايزين ابنها. وعايزين الولد. هو عنده قد ايه الطفل ده؟ عنده قد ايه؟ عمره 3 سنين. 3 سنين. معلش قول لي هو بقاله قد ايه القصه دي؟ بقالها قد ايه؟ الخلع ايه؟ القصه دي هي بالظبط مخلوعه من شهر 11 2018. يعني سنه. طيب معلش بقى سؤال مهم جدا، هي قدمت خلع ليه؟ يعني قالت انا عايزه اتخلع عشان ايه؟ عشان المشاكل اللي هي كانت اللي كان بيجابلها من زوجها. كان بيضربها وبيهينها واتفزع علينا بالضرب، احنا كنفسنا لان انا عمه. انت عمه؟ يعني انتوا كمان عيله واحده؟ ها؟ انتوا عيله واحده يعني؟ عيله واحده يا باشا. طيب هنجيب عليك يا استاذ ابو حمزه بقى. حضرتك ابو حمزه بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك. موضوع القايمه ده مهم جدا، بس اخد معاذ. معاذ اهلا بيك. عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا معاذ. الحمد لله، اهلا بيك حبيب الله عليك، بس الصوت مش واضح عندك الله يكرمك. طيب معلش بقى، ما هو انت لو عليت التلفزيون مش هتسمعنا كويس. الصوت مش واضح خالص يعني.
هو اكيد الشبكه فيها حاجه. طب اسمعنا من التلفزيون، قول لي بس ايه المشكله يا معاذ. انا بس في كام نقطه بس انا عاوز اكلم حضرتك فيها. اتفضل. ما اعرفش اسم النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك حضرتك. بس في كام نقطه بس احب انوه ليها بخصوص موضوع القانون الجديد، واللازم يعني مفيش قانون جديد يتم التركيز على موضوع سن الحضانه ده، اهم حاجه يعني. اه ان ده رمزة الميزان، يعني ترجع للقانون بتاع 2005 كان سن الحضانه المفروض 7 سنين بالنسبه للولد و9 سنين بالنسبه للبنت. مع الغاء التاخير، يعني مش منطقي خالص ان سن الحضانه دلوقتي يكون 15 سنه للولد. والمفروض لو الولد او الطفل شاف الطرف الغير حاضن لمدة رؤية 2 أو 3 ساعات في الأسبوع، يعني تقريبا خلال 15 سنة هيشوف 3 شهور فقط يعني. وبعد ده كله هيقف قدام القاضي وهيخيره، فطبيعي ان هو يختار الطرف الحاضن يعني. طبعا السن دوت يعني اللي كان معمول بيه في مصر قبل طبقا للدستور والمعاهدات الدولية حضرتك، سن الطفولة 18 سنة. المفروض السن دوت تتقسم ما بين الأم والأب. ده رقم واحد. رقم يعني انت شايف ان سن 9 سنين ده منطقي؟ 9 سنين بالنسبه للبنت و7 سنين بالنسبه للولد حضرتك. اه يا سيدي 9 للاثنين. 7 سنين بالنسبه للولد و9 سنين طيب. بالنسبه للبنت. تمام. طبقا لقانون 2005 اللي انت استندت ليه ياخد حقه من الاب والام. تمام. طبعا ده حضرتك انت بتتكلم عن 57% نسبة الطلاق في مصر و10 مليون طفل شقاق. انت متخيل حضرتك الكلام ده بعد 5 سنين ولا 10 سنين هيوصل لكم؟ والله نقط مهمة جدا يا معاذ، الحقيقة انا بشكر حضرتك جدا عليها، وده بشكرك شكرا جزيلا. معايا وائل، استاذ وائل اتفضل. مساء الخير سيادة النايب. مساء الخير. مساء النور اتفضل. مع حضرتك مهندس وائل، انا ارمل يا فندم، وكنت عايز اتكلم عن جابة ارامل مصر من الرجال. اتفضل يا فندم. دلوقتي يا فندم احنا بالنسبه للحضانه طبعا الام في حاله الطلاق بيبقى للام الحق، للام الحق ان هي يبقى لها الحضانه، لكن في حاله وفاه الام ليه الحضانه تروح للجده وممكن تكون في محافظه ثانيه؟ ليه الحضانه ما تكونش للاب؟ ليه الطفل يتحرم من الاب والام؟ ايه الفكره؟ عايزين نفهم الموضوع ده. مهم جدا يا استاذ وائل النقطه دي، بشكرك شكرا جزيلا. هاخد ايمن واستنوا عليا 5 دقايق بقى. اتفضل يا استاذ ايمن. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك اتفضل. مسعده مستنياك يا فندم والسادة النائب عاطف من خليل. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. احنا مستنيين معاك اهو. مستنيينك انت والله. الو. اتفضل يا فندم، سامعينك يا استاذ ايمن. حضرتك يا فندم انا ليا حضرتك طلب وتعليق يا فندم. اتفضل تحت امرك يا فندم. القانون المقدم من الازهر. اتفضل. حضرتك المشروع المقدم من الازهر في مواد يا فندم هي اساسا مخالفه للشارع، يعني حضرتك لما سمح للمراه الزواج بدون ولي، ده في نص قراني يا فندم بيقول فانكحوهن باذن اهلهن، نص قراني وحديث وفي حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام. خليني بس الفت نظرك يا استاذ ايمن ويصلح لي معالي النائب، ان النهارده حضرتك البنت عدت 21 سنه ممكن تجوز نفسها من غير ولي طبقا للقانون ومذهب الامام ابي حنيفه، عشان بس تبقى الصوره واضحه عند حضرتك بشكل كامل. اتفضل احنا معاك. بس حضرتك ما فيش استثناء في الماده وسياده النائب موجود مع حضرتك. جميل اتفضل. انا بس بقول لك القانون في ايه دلوقتي عشان هنرد بس هنرد باستفاضه على كل اتفضل على كل الاسئله. هي الماده يا فندم ما فيهاش استثناءات، هي سمحت للجواز على طول. بالظبط. تمام حضرتك. الحاجه الثانيه يا فندم، يا ريت من مجلس النواب يا فندم اضافه ماده للكشف نفسيا وعقليا على الحضانه يا فندم قبل الاخذ لها بالحضانه. صح. في حضرتك بنشوف حالات تعذيب وقتل للاطفال، واول ما نجيب للام او الجده او الخاله ما ايه اللي حصل يقول لك ده كان مريض نفسيا. هو ازاي ده يعني؟ ازاي حكم لها القاضي بحضانه الطفل يا فندم لمده 15 سنه وهي مريضه نفسيا يا فندم؟ نقطه مهمه جدا يا استاذ ايمن، انا بشكر حضرتك جدا. الاتصالات كتير بيقولوا لي بس انا لازم اناقش على الاقل كام نقطه دول مع المقترح بتاع حضرتك، لان تقريبا يعني معاذ بيقول نفس الكلام. مع المقترح بتاعي. اه معاذ بيقول نفس الكلام، بيقول ان في 2005 كان سن الحضانه 7 سنين للولد و9 سنين للبنت، وبعدين دلوقتي بقى 15 سنه للولد والبنت حتى سن الزواج وبعد كده حضرتك راجع بتقول لا احنا نرجع ل9 سنين.
نقسم البلد نصين يعني بالزبط. ده النص وده النص. اه فمعاذ بيتكلم بوجهه نظر منطقيه برضو، بيقول لك انا بشوف ابني او الراجل بيشوف ابنه ساعتين كل اسبوع، من ساعه لثلاثه كل اسبوع بالظبط. فانا ابني هيعرفني وممكن منين؟ وممكن تتغيب اسبوع واثنين وثلاثه عشان مره واحده عشان لا عشان يترفع عليها قضيه امتناع الرؤيه. يعني ممكن بقى في الاولى والثانيه الثالثه تيجي تمام، يعني ممكن يقعد ثلاث اسابيع يبقى في قطع لصله رحم. بسبب ايه؟ بسبب ان احنا بننتقم من بعض، بسبب ان احنا بعدنا عن كلام ربنا. صحيح. ربنا قال ما حد يفكر في الاطفال. يعني هو الموضوع ولا تنسوا الفضل بينكم، احنا بنعمل العكس. فعشان كده عايزين قوانين تقبل القوانين دي الاساس بتاعها والهدف بتاعها استقامه الاسره المصريه. مش قصه بقى انا مع المراه ولا مع الرجل ولا انا عايز اصلح حال الاولاد، لا احنا عايزين استقامه الحياه في الاسره المصريه. عشان الاثنين يعني وجود الام ووجود الاب الاثنين مهم جدا طبعا للعامل النفسي. طيب هو خلاص حصل دلوقتي قدرا ان هم انفصلوا. انا دلوقتي يعني معاذ قال كلمه مهمه جدا، قال لك بعد كده الولد بيتخير، هو الولد ما يعرفش ابوه. ما هو انا لما الاقي ان انا لا يعني بالنسبه للرجل ان عمليه ان انا اطلق واتنصل من المسؤوليه بقت عمليه سهله والقانون ما بيحاسبنيش عليها، والنفقه عبل ما بدفع النفقه واقعد اتملص منها واهرب منها شمال ويمين وكده وما بتحاسبش على الكلام ده وعلى التاخير ده، هطلق بسهوله. صح، هيبقى الطلاق سهل. انا كواحده ست مثلا عمليه الخلع بقت سهله جدا، يعني الحاله اللي اتصلوا علينا ولاد عم. ولاد عم ولاد عم بيقول لك ابن اخويا، يعني جوز بنته ابن اخوه، ومع ذلك طلبت الخلع عشان ايه؟ اصل بيزعق لي او بيضربني بيضربني. هو في ضرب في القران؟ لا يعني حتى الضرب اللي لا تكسر عظما ولا تلطم خدا. في ضرب طبعا، في ضرب ولكن ليه ضوابط برضه. في ضرب ودي المرحله الاخيره. في فاعظهن واهجروهن في المضاجع وبعد كده اضربوهن. في ضرب بس مش الضرب المبرح. صحيح، ماشي. لما نوصل للضرب المبرح وتطلب الطلاق بقى مش الخلع، يبقى طلاق للضرر بقى، تاخد حقها، يبقى من حقها وتاخد كل حقوقها. ماشي. فاحنا عشان كده بنقول ايه، احنا برضو مش عايزين قصه الدلع ان انا بقى متجوز بنتي وبصت لها. يعني ايه الحق ده مش عارف بص لها، مش عارف ايه الحق ده مش عارف اعمل زعق لها، ايه الحق؟ لا ده انا المفترض حياه لازم يعني اسيبها، ولازم نستحمل بعض في السنين الاولى. السنين الاولى من الزواج دي سنين صعبه جدا على الكل. صحيح، لسه بيتكيفوا كمان مع بعض يعني على الكل. فلازم ده لك ان تعلم في الحياه الاسريه بين الاخ واخته او بين الاخ واخوه او بين الاخت واختها داخل الاسره الواحده اللي ناشئين منذ النشأ الاول لحد ما بيكبروا بيحصل مشاكل طبعا بينهم طبعا، ولازم الاسره تحتوي المشاكل دي. فما حالك بقى لما بجيب حد من اسره مع حد تاني من اسره عمليه الزواج، ليه ما نصبرش عليهم احنا الاثنين؟ ليه ما نقومش احنا الاثنين؟ وليه طالما احنا رضينا بالاول، ما اذا جاءكم الكفء فزوجوه. صحيح، ماشي. طالما احنا عرفنا ان الراجل ده كفء لبنتنا او البنت دي ذات خلق وذات دين لابننا، لازم نحط دي في مقام ابننا وده في مقام، يعني الاثنين ياخدوا نفس المقام عند الاسرتين. طب سياده النائب خلاص هم عملوا كده واتجوزوا بعد شهر اتنين سنه اتنين، الدنيا اروح اقلع بقى؟ يعني انا بلوم الحاج اللي اتصل ده اللي ابن اخوه استخلع عشان ضربه. طب هل الضرب ده كان ضرب مستمر او ضرب هنفرض حسن النيه أو, او 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 يعني في علاج لبعض امور معينه، هو اللي ترتب بقى على الخلع هي المشكله. بالظبط، سيبك من الفلوس والقايمه عشان دي حته تانية هنتكلم فيها. الطفل اللي خده الاب ومانع ان الام تشوفه عنده 3 سنين، هل في او القانون الحالي يعاقب الاب على ده؟ القانون الحالي بيعاقب القانون الحالي يعاقب الاب على انه كده اختطف الابن من حضانه امه. ما هي دلوقتي الابن في القانون الحالي حتى 15 سنه في حضانه امه، اللي هو ابوه لسه يعني طفل عنده سنه ولا سنتين. صحيح، يعني ده عنده 3 سنين ده لسه يعني بيبي يعني. بالظبط، هيتحاسب على الكلام ده. القانون الحالي بيحاسب والقانون اللي احنا بنقترحه هيحاسب. وعشان كده احنا بنقول ايه يا جماعه في البدايه، انا مش عايز المشكله تحصل في البدايه، مشكله الطلاق مش عايز تحصل. حصلت بقى المشكله بننظم بقى العلاقه في عمليه الطلاق وفي عمليه الخلع.
قلنا ان الحضانه وسن الحضانه احنا السنين الاولى الام اولى بالرعايه، اللي هي من سن الرضاعه لحد 9 سنوات. السنين اللي هي من 9 سنوات حتى 18 سنه لحد ما تعدى سن الطفل، سن الطفوله من 0 لحد 18 منذ الرضاعه حتى 18، ده بيسمى طفل على الرغم من انه هناك نمو مبكر للاطفال. يعني بتلاقي في طفل عنده 12 سنه بيتكلم زيه زي الراجل، بيفعل افعال الرجال الكبار. ده حقيقي. بتلاقي واحد بيرتكب جريمه قتل وهو عنده 13 14 سنه. طبعا. ماشي؟ ازاي على يعني ازاي يبقى عنده 16 سنه وبيروح يدلي بصوته وكده وبيعتبره طفل، وانا بعتبره طفل في الحته الثانيه. طيب خليني عشان بس الناس ما تزعلش مننا، لان الناس طالبه تعمل مداخلات كتير. استاذ محمود من الدقهليه، اهلا بيك. السلام عليكم استاذ مصعب، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، منورني. اتفضل. استاذ عاطف والله منور يا فندم، وحاجه جميله جدا. بس اسمح لي بعد اذن حضرتك تجيب ورقه وقلم كده، ولو سمحت تيجي بس وقت بسيط جدا. اتفضل. انا عامل اقتراح تعديل قانون احوال الشخصيه مواقع المحاكم، لان راجل محامي في محاكم الاسره. رقم واحد حضرتك، عند فسخ الخطوبه يتم رد الشكوى على العريس مباشره. اثنين، عند الزواج ما عادش حد يكتب حاجه اسمها المسمى بيننا، مش في حول المراه، يبقى نديها المهر والمؤخر بتاعها في عقد الزواج مناسب لظروف الزوج. ما تعملش مهر ولا مؤخر مبالغ فيه. ثلاثة، يتم كتابة منقولات الزوجة في قلب عقد الزواج يا فندم، ويتم الفصل الدعوى في محكمة الأسرة وليس في المحاكم المدنية، ويتم استردادها على حالتها، يعني على حالتها عند الطلاق بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة، عند الطلاق أو الوفاة. ما ينفعش تقوم تسيب البيت بكرة الصبح نروح لطالب بالمنقولات على طول تاخدها. وتعمله تبديل، لا يا فندم، ده حقها اللي داخله بمنقولاتها فقط، لان كده كده تجيب لها مهر ومؤخر في قلب الوثيقه. الخلع يا فندم، واحده مش عايزه تعيش، مفيش اي مشكله خالص، انا مش هكرهها انها تعيش معايا بس عنها، مظبوط ولا كلامي غلط يا فندم؟ صح. اتفضلي يا فندم، اتخلعي، قدمي خلع وترد المهر اللي هو موجود، اللي هو رد عليه حديقته، اللي هو المهر اللي هو اتدفعه، اللي هو الزوج دفعه في الاول. والمنقولات بقى؟ لا، المنقولات يا فندم بتسترد منقولاتها بتاعتها، تاخدها بس. طيب ما هو خليني اتكلم بس من وجهه نظر مختلفه يا استاذ محمود. القائمة المنقولات دي طبقا للعرف السائد الاثنين بيجيبوها مع بعض، يعني الراجل بيجيب حاجات والست بيجيب حاجات. تمام. وبيتكتب فيها الشبكه بتاعتها، صح كده؟ لا يا فندم، بيتكتب فيها مهرها، الشبكه دي بتيجي على سبيل الهديه للزوجه، ما هي الزوجه بتاخد الشبكه بعد الجواز. جميل. حقها يا فندم. جميل، حضرتك عايز تعتبر كل قائمة المنقولات هديه؟ يبقى ترد برضه في حاله الخلع. يا فندم، المنقولات اللي داخله بها الزوجه فقط، منقولات الزوجه اللي هي اللي جاي الحاجات اللي هي جايباها تقصد. ايوه يا فندم، لان احنا كتبناها في الوثيقه، ما عادش حاجه اسمها مسمى بيننا، اخطر حاجه الناس بتكتبها المسمى بيننا. فبيجي في المحكمه بيقول ايه يا فندم؟ انا معايا دعاء، بقول ايه؟ بقول ان المهر ده كان هو المهر بتاع اللي هو المنقولات الزوج، فبالتالي بسترد كل منقولاتها المنقولات الموجوده في الشقه. فلذلك انا بقول لك بيكتب لها مهر، زي مثلا 5000 10000. طيب وصلت وجهه نظرك، في حاجه ثانيه يا استاذ محمود؟ يا فندم، عايزين نرجع حاجه اسمها الزواج العرفي، لان ده بيعتبر شكل من اشكال الزنا، وده بيسجلنا مشاكل مع عدم ثبوت النسب. ادي نقطه. نقطه ثانيه يا فندم، لما الست تروح للمحكمه، اول ما تخش من الباب يتم تقليل مده التقاضي ل5 شهور، عشان ما نجيبش متجمد نفقه على الراجل 50 و60 الف جنيه، يبقى هم 5 6000 جنيه تاخدهم. طيب استاذ محمود، انا بشكرك، واسمح لي انا يعني عشان بس معايا ناس ثانيه كتير، فاعتقد كده يعني انت خدت الى حد ما مساحه كويسه، واقتراحات حضرتك وجيهه الحقيقه وهتتناقش دلوقتي. استاذ سعيد اتفضل. ايوه اتفضل يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. علي الصوت شويه واتفضل يا استاذ سعيد. معلش يا فندم، انا عايز اقول لحضرتك انا مش سامع الصوت. طب معلش كلمنا تاني يا استاذ سعيد، في مشكله الحقيقه في الصوت من عند حضرتك. سياده النائب، يعني الواحد مش هيلاحق الناس على الاتصالات، الناس عندها مشاكل كتير. الناس من كتر المشكله ما تفشت بدات تضع الحلول. صحيح. حطت ايدها على الحلول. فيعني انا بقول ان ده يعني بعيد يعني فينا. المثل بيقول يسال مجره ولا تسال طبيب. بعيد فينا كمجلس نواب ان احنا الناس ترى الحل واحنا ما نراش الحل. فعشان كده الحقيقه احنا شاركنا في ندوات لهذا القانون كثيرة، شارك فيها الشيخ أحمد كريم ومجموعة كبيرة جدا من المشايخ ومجموعة من الاجتماعيين. حاولوا تكلموا لنا كده الشيخ أحمد كريم يا جماعة تاني، استأذنكم. الكلام ده كله وصلنا لأن احنا نشوف فعلا بعين صاحب المشكلة حل المشكلة. فعشان كده أنا قلت 9 سنوات الأولى للأم، 9 سنوات الأخرى حتى 18 سنة للأب،
وينتقص التسع سنوات الاولى والتسع سنوات الاخرى الرؤيه اللي انا حاولتها الاستضافه. انما ساعتين اعمل فيهم لا ما ينفعش زي ما قال كده ان انا خلال 15 سنه اشوف ابني 3 شهور اشوفه لا ده انا عايز استضيفه. ويمكن انا قلت في يعني انا عايز اقعد معاه واكل معاه واشرب معاه واقعد افسحه يعني ينفع انا اخرج مع صاحبي وكده وبتاع وابني لا ما ينفعش. طب سياده النائب يعني انا اسف بس انا كبني ادم طبيعي جدا يعني بدون تحيز انا عايز اسال لما وضع هذا القانون كان موضوع ليه يعني لو يدرع مثلا ولا ايه انا بس عايز افهمها يعني. لا 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 هو كان في مقارب اخرى لهذا القانون. إيه قانون واحد لسنه 2000 يعني قانون يعني قانون واحد لسنه 2000 ده اللي بصراحه من القوانين المسرطنه اللي ادارت بالاسره المصريه وبالتالي عادت بالسلب على المجتمع المصري. عشان كده احنا بنحاول نصحح المفاهيم اللي الناس وعيت ليها. فعشان كده احنا انا حولت في التعديل بتاعي قصه الاستضافه من استضافه من رؤيه للاستضافه الاستضافه الاسبوعيه اللي هي 24 ساعه والاستضافه النصف السنويه في الاجازات اللي هي اذا كان شهر 15 يوم و15 يوم والاستضافه اللي هي في اجازه اخر السنه اذا كان في دراسه اللي هي الثلاث شهور يبقى شهر ونص وشهر ونص ومش شهر ونص كاملين لان صعب جدا على الام انها ما تشوفش ابنها شهر ونص. طيب في صوت نسائي بقى معلش في صوت نسائي مهم احنا سمعنا مكالمات كتير من الرجاله معايا ساره من الغربيه. ساره اهلا بيكي. اتفضلي. عليكم السلام. لو سمحت يا فندم انا اولا ما عجبنيش الزميل اللي قال قبل كده النفقه والكلام ده والحاجات دي. انا واحده مطلقه ومطلقه من دار الافته مش قانوني ودلوقتي انا يعني هم مطلعيني وقالوا لي ما ينفعش تعيشي معاه وبالفعل رحت عند اهلي واهلي طردوني بره فقالوا لي ما ينفعش تجيب عيالك ترموهم له. المشكله على فكره انه مصورها على التلفزيون دي دلوقتي هو دلوقتي بقاله سنتين ما بيصرفش على عياله وكنت طالعه وانا حامل كمان فلحد النهارده انا مطلقه ومش مطلقه لا راضي يديني قسمتي وبالاخر اخر ما زهقت رفعت خلع لانه اولا هو مدمن كمان يعني مستوى مخدرات ازاي بتقولوا انا معايا ولد وبنتين واحده رضيعه واحده سنتين واحد 6 سنين جه خده في زياره يعني جه خده من عندي كده وما خلوش يحضر المدرسه مع ان انا مقدمه له في المدرسه هنا ازاي نسيب ابننا بعد كده مع واحد مدمن بتقول ان هو ممكن من سن مثلا 9 سنين يروح لابوه ازاي. طب انا اسالك سؤال يا ساره واستحمليني بس. اتفضل تحت امر حضرتك. بغض النظر بقى القصه دي طبعا الله يعينك عليها انت بتتكلمي في ماساه الحقيقه. انا عايشه خدت ايجار انا خياطه اصلا يعني الحمد لله. طيب اسمعيني بس اسمعيني. اتفضل. هو مدمن. وبيعمل اللي ما يتعملش. اه انت معترضه ان هو يقابل ولاده او يشوفهم او يقعدوا معاه يوم او اتنين ولا مشكلتك انه خد الولد ومنعه من المدرسه؟ قصدك ان خد الولد ومنعه من المدرسه؟ لكن انت ما عندكيش مانع انه ياخد ابنه مثلا او ولاده يوم في الاسبوع يقضوه معاه او يومين وهكذا. يا استاذ الفاضل انا قلت له تعالى خد العيال فسحهم هو على فكره من مرسى مطروح وانا من الغربيه. قلت له خد ولادك فسحهم في الصيف. خد ابني من شهر 8 وقلت له انا قدمت له في المدرسه في الازهر لحد النهارده ما جابوش قدمت اتصلت بمجلس الطب وقدمت وشفت التلفزيون وقدمت شكاوي كتير وانا من ذوي الاحتياجات الخاصه وبرغم ذلك متحدث يعني والحمد لله واقفه على رجلي لسه لحد النهارده لا اهلي ولا زوج بس الحمد لله عندي مكان خياطه والحمد لله شغال مش محتاجه لحد بس انا ازاي انا دلوقتي الفندم اللي قاعد معاك يقول ياخده بعد 9 سنين ازاي اذا كان ابني اهو عنده 6 سنين راح له مره جه بلاده بيولع سيجاره وبيقول لي انا عايز اشرب حشيش زي بابا اوف طب ازاي المفروض يعني طيب دي نقطه الحقيقه مهمه جدا يا ساره يعني انا بشكرك وربنا يعينك يعني هنتكلم فيها لان دي نقطه مهمه جدا هل الاب اصلا يصلح انه ياخد الاولاد ولا لا لان زي ما انت بتقولي كده لو الطفل النتيجه بالشكل ده دي كارثه. بس معايا استاذ حسام من السعوديه. استاذ حسام اهلا بيك. اهلا يا فندم. اتفضل يا فندم اهلا بيك. لو سمحت احنا دلوقتي يعني بنرفض المقترح القانوني اللي هو مقدم من الازهر الشريف. ايوه اول نقطه. النقطه الثانيه احنا بندعم معالي النائب عاطف مخاريف في المقترحات اللي هو مقدمها بالنسبه لقانون الحضانه. تمام. وفندم عايز اوضح نقطه ثانيه مهمه بالنسبه للازواج الارامل او الاباء الارامل. يعني دلوقتي يا فندم هو الزوجه توفت بقضاء الله وقدره. هل دلوقتي الطفل يحرم من ابوه بقوه القانون ويحرم من والدته في نفس الوقت؟ قصدك الطفل يعني يحرم من امه اللي ماتت ومن ابوه كمان. يحرم من امه اللي ماتت ومن والاب كمان اتحرم من زوجته ويتحرم من ولاده يعني انا بكسر ظهره يعني. انا لحد دلوقتي مش فاهم الحقيقه
الجبروت ده جه منين؟ انا اسف ان انا بقول كده بس انا مش قادر افهم الحقيقه. انا بشكرك يا استاذ حسام شكرا جزيلا. سياده النائب اعذرني يعني ليه اتحط القانون بالشكل ده؟ هو دلوقتي في وجع هو جاي لنا. الاستاذ حسام بيتكلم في حته والاستاذه بتتكلم في ان زوجها مدمن مخدرات بالزبط. وممكن يكون تاجر مخدرات وممكن تكون الزوجه مريضه نفسيا ويحصل مشاكل جنه وزي جنه وامثال جنه صحيح ماشي. الحاجات دي محكمه الاسره بعد التطوير اللي حصل فيها هي اللي هتبت في القصه دي لان دي الشواذ من القاعده. انما القاعده العامه اللي احنا بنحط لها القانون بنحط قانون عادل لا يشوبه شيء من الظلم عشان مسار المسار الصحيح بعد تفكك الأسرة المصرية للأولاد يبقى مسار مستقيم. حضرتك متفائل جدا يعني متفائل جداً. إن ممكن كل الكلام ده يتعدل أنا ويتعالج. أنا متفائل جدا لأننا إحنا عايزين إصلاح. لا أريد إلا الإصلاح ما استطعت وإصلاح هيعود على المجتمع بالخير. جميل. هيعود على المجتمع بالاستقرار. بيبقى في عدم سلم اجتماعي داخل الأسرة المصرية وداخل الدولة المصرية عن طريق التفكك الأسري اللي حصل فيه حالات طلاق كتيرة جدا زي ما قلت كده. في حالات يعني كتيرة احنا شاهدناها حالات الطلاق كتير قوي من قبل الرجل وده عيب في الرجل. عيب في الرجل ليه؟ لأن معظم الأسر المصرية معظمها ما طلعتش الشباب اللي يقدر يتحمل المسؤولية. الشباب اللي دايما بيبقى حاطط المسؤولية بتاعته من سن الطفولة لحد ما يوصل لعشرين سنة واثنين وعشرين سنة ويبقى مخلص جيش ويبقى رامي كل الأعباء على الأسرة على الأب. الأسرة اللي هي دايما يبقى عائل الأسرة تعدادها خمسة ستة والعائل الوحيد الأب. اللي بيجري الأب بيبقى فيه شاب واثنين وثلاثة واربعة في قلب البيت ما بيشتغلوش. ومش بقول عيب دولة أو في بطالة، لا، اللي عايز يشتغل هيشتغل يا ساتر. أي ما في أوروبا مثلا وفي أمريكا والدول دي انت خدت الكلام هو دي دول متأخرة يعني بالزبط. دي دول فقيرة ما الشاب من دول بيطلع وبيبقى بيشتغل وبيتعلم وبيدرس وبيصرف على نفسه وعنده حياة مستقلة وهو لسه صغير. استكمالا لكلامك، الشباب بتوعنا لما بيسافروا أوروبا ما بيستحيش إن هو يعمل أي حاجة صح، يغسل صحون، يعمل مش عارف ايه، يشتغل في الشارع. بس هنا في مشكله مجتمعيه بقى في النظره الدونيه لبعض الوظائف ولازم ده كمان لا 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 الثقافه دي تتغير. بص طالما انا بشتغل شغل بيدخل لي ربح او مال حلال خلاص مفيش فيه اي عيب. جميل. وبالنسبه للزواج كل واحد يختار الكف اللي هو عايزه. فدلوقتي قابلنا مشاكل دلوقتي، مشاكل الرؤيه. الرؤيه دي حاجه بقطع بيها صلة رحم. انا اروح عشان اشوف ابني من بعيد. طب هقول لك على حاجه، لو ام الراجل راحت معاه والزوجه مش عايزاها مش عايزه تشوف حفيدها ما بترضاش. انا جالي رساله الحقيقه قبل الحلقه واحد بيقول لي ان الام وصلت ان كل سنه بتغير مكان المدارس بتاع الولاد عشان الاب بيروح قدام المدرسه يشوفهم بس من بعيد. مش عايزاه تشوفه، مش عايزاه حتى يشوف اولاده. الموضوع بقى فيه تعنت كمان. فعشان كده احنا عايزين نحط قوانين صارمة عادلة بحيث تستقيم حالة الأسرة المصرية. وفي نفس الوقت سيادة السيدة اللي اتصلت اللي حكت مشكلتها ما هي برضو الجانب الآخر النقيض. هي بتقول لك الزوج فيه واحد اتنين تلاتة والولد راح عنده يوم راجع بمسك السيجارة وبيقول أنا عايز أشرب حشيش زي بابا. ففي الحالة دي الحالة دي بقى الحالة التطوير اللي احنا بنشهده في المحاكم الأسرة المصرية دي ده هياخد كل حالة على حدة. إنما القاعدة العامة للناس الأسوية يعني ما أب غير سوي هيتعامل معاملة في الحضانة غير المعاملة اللي احنا بنقول عليها تسع يعني سنوات. ده زي ما بيقول الأستاذ أيمن. أستاذ أيمن بيقول لك نعمل مادة للكشف نفسيا على الحضانة. لا مش مادة للكشف. المحاكم محاكم الأسرة هي تعمل تقييم يعني هي بالها يعني مجال ان هي تحدد اذا كان الأم صالحة لانها في السنين الاولى اللي احنا قلنا من سن الرضاعه حتى 9 سنوات صالحه لاستضافه ابنها او لحضانه ابنها او اولادها ولا لا. الاب من 9 ل 18 سنه صالح لان هو يكتسب الحضانه بتاعت اولاده ولا لا. بس دي مش القاعده. انما القاعده اللي احنا بنحكي فيها 9 الام من 9 ل 18 الاب بعد ال 18 بقى له اهليه خاصه بيه هو حر ان شاء الله يعيش لوحده صحيح
ماشي. نيجي بقى للنقطه الثانيه بتاعه ترتيب الاب اللي وجع الناس كلها. ترتيب الاب، اسمع لي بس قبل ما اخد ترتيب الاب اخد استاذ ناصر من القاهره. استاذ ناصر اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. حضرتك احنا عايشين في القرن 21 وعايشين في مصر، والازهر بقاله اكتر من 1000 سنه. طبعا. ازاي سايب فرصه يعني بالنسبه لحالات طلاق اكتر من 50% من حالات طلاقات في مصر سببها السحر، وانا واقع في المشكله دي بقالي فوق 8 سنين. دي قضيه ثانيه بقى يا استاذ ناصر. ما فيش قانون للسحر حضرتك. سبب الطلاق في مصر اكتر من 50% سببه السحر، وانا عامل فوق 40 محضر واستغاثات وما فيش نتيجه بالادله. انا عندي 3 عيال بقالي 8 سنين ما شفتهمش بسبب المشكله دي. طيب وجهه نظر حضرتك تحترم، انا بشكرك يا استاذ ناصر. طيب حضرتك ممكن رقم سياده النائب بس انا عندي الموضوع. سيب حضرتك رقمك في الكنترول يا فندم، انا مش هديك رقم على الهوا يعني. سيب الرقم في الكنترول وهنوصله لسياده النائب. استاذ ربيع من البحيره اتفضل. استاذ ربيع اتفضل. يا مرحبا، السلام عليكم. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. ازي الحال يا باشا، عامل ايه، اخبارك؟ الحمد لله، اتفضل. نفس المشكله اللي اتكلمنا فيه اللي هي بتاعت حمزه اللي كان حكاكم عليها في اول برنامج. احنا مش عارفين ناخده حقنا، احنا طالبين استغاثه. اللي هي بتاعت الخلع دي يا حاج؟ ايوه بتاعت الخلع. طيب وصل. أيوة يعني انتوا يعني انتوا يا حاج ما عندكوش كده منظره وحد كده يقعد ابن اخوك؟ ده ابن اخوك. احنا مش هنرمي العبء كله على المحاكم، في حاجات يعني بالتوازي بتتعمل كده يعني، الاهالي بيحلوها مع بعض. راجل بلطجي ومش قادرين عليه. راجل بلطجي يقبل قانون، يقبل قانون، يقبل قانون، يقبل قانون. القانون يا حاج ربيع، القانون بيديكوا الحق انكم تاخدوا الطفل ويكون في حضانه امه طبقا للقانون الحالي يعني لحد 18 سنه. انما يمكن بقى قانون سياده النائب يبقى لحد 9 سنين، بس ساعتها تتصل تشتكي مننا. انا بشكرك يا عم ربيع، شكرا جزيلا. حضرتك كنت بتتكلم بقى عن ترتيب الاب. ترتيب الاب، لاني اكتر من اتصال اتكلموا عن الاب الارمل، الزوجه ماتت، يتاخد منه الولاد. مشكله كبيره جدا، مش فاهمها. مشكله مش يعني يعني قهر للرجل في هذه الحاله. صحيح. الرجل اللي هو عايش في حياه اسريه مستقيمه، الرجل المثالي، الرجل مفيش مشاكل بقى، ده الست الله يرحمها. الراجل اللي محافظ على اسرته وعلى اولاده وعلى زوجته، ده الراجل اللي فعلا اللي هو اسمه رجل. رجل كامل الاهليه. جميل. فده لو حصل حاجه لا قدر الله للست، بتنتقل الحضانه لام الست. ام اللي هي جده الطفل، جده الاطفال. افرض الجده دي بقى من اسكندريه وهو من الصعيد مثلا. يبقى في قهر للرجل. ازاي يا جماعه؟ ازاي انا بكل هذه المثاليه اخد رقم 16 بعد وفاه زوجتي؟ ازاي يا ازهر عامل مقترح ان هو يبقى رقم 6 بعد وفاه زوجته؟ حضرتك في مقترحك هو رقم كام؟ رقم 1 بعد وفاه زوجته. رقم 1 هو اولى. هو الاولى. الرجل اللي هو لم تشوبه شائبه في حياته الاسريه عندما تتوفى هل وفاه زوجته ده مش جريمه هو ده عمل. جريمه هو ارتكبها؟ لا، الا جريمة. اذا كان قتلها بقى يعني، دي قصه ثانيه يعني. طبعا دي قصه، هنحبسه بقى وياخد تأبيد او يتعدم. انما الرجل المثالي ده انا ما اعاقبهوش هذه العقوبه، وخاصه ان الرجل المثالي بيبقى فيه علاقه حميميه بينه وبين اسرته، سواء كان اولاده او زوجته، يبقى هو متاثر نفسيا بغياب زوجته عن طريق الوفاه. وانا احط عليه كمان واحط اثر سلبي بان انا انتزع اولاده كمان وهم عايشين. يا سيدي ده كلام يا معالي النائب، ده كلام. سيبك من الراجل دلوقتي. يعني انا خليني انا اقول لك وجهه نظر ثانيه بقى. الراجل ده بغض النظر بقى، انا خدت منه زوجته ماتت وتعب وزعل عليها واسرته حصل فيها كده، وخدت منه اولاده كمان ويعني قطعت بقلبه. طب ما تبص للولاد اللي فقدوا امهم بالزبط. وكمان انت فقدوا ابوه. انا في المقدمه قلت الاطفال ثم الاطفال ثم الاطفال. يعني الاطفال يفقدوا امهم، انا اللي هصدفك المره الجايه كمان يعني. لان انت لك مناظير يعني جديده وجميله.
تاخدوها في عين الاعتبار سياده النائب. شوفوا الاطفال اهم حاجه الاطفال والتاثير بتاع الاطفال صحيح. السلبي يعني انا اعتقد فقط النقطه دي اولا واخيرا اهم من الزوج طبعا. انت طبعًا. اشرت لنقطه اهم من النقطه اللي انا قلتها صحيح. الاطفال هيتاثروا بموت امهم وابوهم كمان وايه وحرمانهم من ابوهم كارثه. ودي كارثه في القانون. انا في التعديل بتاعي الزوج رقم واحد بعد وفاه الزوج. طب اذا كان الزوج موجود الزوجه موجوده وحصل عمليه الطلاق احنا حددنا 9 سنوات وبعد 9 سنوات 18 سنه وخلال ال9 سنوات دول في استضافه 24 ساعه واستضافه نصف سنويه 15 يوم واستضافه سنويه 45 يوم بالتوالي. ما اقدرش اغيبهم عن ابوهم 45 يوم. هيبقى في قانون رادع للي يخالف يعني اذا تم طبعًا. اذا تم نص طبعًا. هذا القانون والعمل به اللي هيخالف هذا يعني الام بقى اللي هتخطف العيال وتحرم الاب او العكس اللي هيعمل على قطع صلة الرحم اللي هو عدم الاستضافة ده لازم يبقى فيه مادة رادعة اذا تكررت مرة واثنين وثلاثة تستوجب الحبس. تستوجب الحبس. الحبس. جنحة تستوجب الحبس. تستوجب الحبس لو قعد 3 مرات يعني لو انا قعدت مثلا وحضرتك برضو يعني مديله مرة واثنين وثلاثة ربما عنده عذر ربما عندهم اعذار يعني مسافرين هو مش فيه اعذار هو مش فيه اعذار. وبعدين قصة السفر سواء كان الاستضافة سواء كان الحضانة عند الام او عند الاب لازم بالاتفاق صح. لازم يكون في اتفاق الطرفين لان الطرفين مسؤولين عن الاطفال. قصة السفر لازم يكون بموجب ايجاب من الاب او من الام. يعني لو الاب خلال فترة الحضانة اللي هي من 9 ل 18 عايز يسافر باولاده لازم بموافقة الام والعكس صحيح لازم بوفقة الأب. هي المهم في القصة دي تطبيق هذا القانون. فعشان كده احنا عايزين سعة من المحاكم الأسرية. عايزين نديهم السعة في ان هم يبقى فيه محاكم أسرية بوفرة. نديهم الحقوق ان هم يعني يتخذوا إجراءات صارمة حيال الشواذ عن القاعده. يكون في تغليظ للعقوبات سواء كان ام مريضه نفسيا او اب مدمن او اب غير سوي. الكلام ده كله بنديهم مطلق الحريه في انهم يتصرفوا حسب رؤيتهم. ودي لازم يتحط لها ماده. فعشان كده ايه عشان كده احنا بنقول ايه احنا مش عايزين الناس الدنيا كلها مستعجله. اخر كلمه بقى عشان انا وقتي خلصت. هو دايما الوقت معاك بيجري بسرعه. الوقت لا بيجري مع معاليك. اولا انا سعيد لان الحلقه دي مختلفه على فكره. انا اسعد. وسمعنا فيها سمعنا فيها مشاكل مشاكل طبيعيه وما اكثر هذه المشاكل. سياده النائب عاطف مخاليف في الحقيقه انا بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. كان حوار مثمر واتمنى انا بشكل شخصي الحقيقه ان يكون القانون القادم باذن الله يراعي الاطفال ثم الاطفال ثم الاطفال ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك سياده النائب شكرا جزيلا. كل الشكر ليك للساده المشاهدين. مشاهدينا الكرام انا بشكركم على حسن المتابعه. بعتذر لكل مشاهدينا اللي ما قدرناش ناخد اتصالاتهم. الوقت كان ضيق جدا. ان شاء الله استنونا في حلقه جديده وبرنامج اصعب سؤال. دمتم في امان الله.